ما في ملعب ياك بناتي وعلاش غادي تحتاجك فيه؟ غادي تقول له عندك شي واحد تخلي شي واحد عافاك كيدخل يشعل مثلا البريكه ولا شي واحد دابا غير عندكم غير جيزي. السلام عليكم وذاك وجبد الكار وبغا يجي وتخفيت على عافيتين اذا كان في هذاك باش يكون عنده علم ويعلم واخا جوج ثلاثه خصك تنجير الى دخلت مباشره عندي جوج ديال الحوايج جوج طرق باش ندخل يا اما ندخل نكمل صافي كنهز شي قميجه ديالي ولا شي حاجه بحال هكذا ولا ندورها وندخل ديك الساعه باش تبان اختي عاد نتربي وانا نوريكم واش غادي ندير والا الى راسي مثلا خطر ونقدر نكسر داك داك سميتو الى اخره خاصني نمشي اكروبي داك البروبي هو نمشي انا عندي الى مشيتي ناس غير دور الدار كلها ما تسمرك ما زعما واخا ما قلت والو علاش حيت انا الجهاز كله تيبقى متر متر الفوق متر الفوق ما تيجيش انت غير داك الكاس ديك الرائحه حتى في حتى في الازبال الى اخره داك الرائحه كلها راه ما كتسمى الا في المترو الفوق مترو تحت داك الاكسجين وديك لاتراكسيون داك الجاذبيه ديال الارض ما كتخليش لا 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 ما كتخليش الكربون يدخل للداخل يبقى غير الاكسجين اذا في المترو من هنايا لتحت كله اكسجين اذا انا كنمشي هكا لاعب واخا تور الدار كلها حتى في الفخر الا جاب الله العشاء مثلا في الدار وجعلتو الفخر وشويه تذكرت الوالده مثلا مع ثلاثه ولا جوج وقالت لك راه مشينا الفخر قولها ما كتسير ما توقفيش راه غير توقف تحت لان غير كتوقف كي تشرب الانسان كيشرب داك الكويت اش وقت يدير ولا صافي غير وشير ساعه كدا اكروفي وبعثها المجمار خرج كوتي حد البيبان ان شاء الله زيد واحد شويه هو وقع سميتو الهواء مثلا هو خسر السلطه اما الى وقفتي راه فهمتي دابا اش اذا شفتي دير يا دخل كمل يا دخل حاجه 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 مزيان اش تدير اول حاجه تديرها من البرنيت ديال الدار كنخليه محل ودخل الباب الموالي مثلا الكوزينه كان داخل اذا شحال من بيت مخصي وشحال من بيت خصني نحطها والمراحل اخرين تنبدا اي باب دخلت له تنحلو خرجم نحلو خليت هذا البيت ندخل البيت الاخرى غادي وحنا كان هذاك الاوكسجين كيساعدني وغادي والدار كلها كتكون فيها التهويه حتى كندخل الكوزينه اش خصني ندير اول حاجه مباشره الموالي عليه هو الاول كان فيه صافي بحال الفرن ديال الكوزينه بحال الى اخره ونهز شي فوطه او لا شي ملايه تنعاود باش داك تنعاود زعما طيح هذاك داك داك ديك الريحه اللي كاينه الا كان في الساعه نبقى واحد جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق الا كان في الساعه حتى ربعه ديال الفرفار ولا خمسه الفرفار تنمشي دابا نرد الديريكتور ديالي ونطلق الفرفار كلها ديال الدار ها هي الخطر الحمد لله لا الى اخره كاين بزاف ديال الاخطار تعالت العافيه سعدت العافيه في التيو وقعت مثلا سعدت العافيه في ماريو الله يحفظ مثلا في الدار والبوطه الى اخره اش غادي يصفقوا صحت الوالده مثلا تما كتعجن او لا شي وحده اخرى ها هي سخانه اش غادي يصفقوا واش البوطه واش الوالده واش العافيه كاين جوج الناس دري صغير ومرا كبيره مثلا كتعجن وهي في الوقت الصغير اخي بخير كيوقع مثلا البوطه كتشد فيها نيت العافيه واخا البوطه مثلا غير ولا كبيره كاع البوطه دابا مثلا كاين فيها الحاجه اللي فاش تدخل كاين الحاجه اللي فيها ما تحشرش مع البوطه غتموت مباشره تزهر لا تلحق شي بلاصه او لا سير خويا تقول بلاصه انا غادي نطبق اذا كاين الحاله فاش غتطبق كاين الحاله فاش غادي نطبق مثلا الى البوطه طاقه جديده كتقول انا غادي نطبق يلاه تعالى فيها العافيه وباقي فيها هذاك الراس صافي لا علاش غادي نستخدم شنو غندير مباشره كنمشي الى لقيت تكون في الى اخره كنمشي مباشره لشي جفاف عندنا ولا شي فون كندخلوه في الماء مزيان الى اخره ونمشي ما تعطلش لان الماء ثاني مع الغاز ما كيتحملش الا تعطلتي غادي تعطيك العافيه غادي غير في مكان ما كتعل تمشي مباشره للباني طق طق هيا هيا يا فلاتي هذه واحده شوف مثلا في ذاك الراس مع الكيو شنو كندير كنسحب راسي مع السيو تمشي مباشره بعد بعد الحي بعد الكاز هذيك الساعه نرجع للسيو لان صافي قطعت علي الكاز حنا كنفكروا من السيو فهمنا كاين الخطر الحاجه الخطر الخطيره وهي مثلا الى الى صار بها الراس كاين البوطه ديك البيه كتفتح ديك الراس هذيك راه غادي تطبق غادي تطبق بمعنى ما تعرفش انت غادي تطبق شنو خصني ندير الحبر الا كنا حنايا فوق شي حوده ولا شي حاجه بحال هكذا نهز حتى ديك البوطه ونلوحها لا ما تفتح ولا تفتح قناه النص تراسي ما كاين والو اشنو غندير والله ما في الحيوط وانا فينا حنايا
تمشي نهرب ونخليها تطلق براسها شغل هذا صافي فهمتي واش فهمتو حاجه كاين شي بير هكذا الحب هذا في الدار مثلا لما تطلق في البير وغادي كاين الماء غادي دير الماء غادي يخفف ولا تحرق واش استفدت شويه نعم والله يسلمك شوف.